يسعد مساكم ويسعد جميع أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج من سيربح المليون. هالمسابقة مفتوحة للجميع، كل فئات المجتمع فيها تشارك، ولكن طبعا لازم يكون العمر فوق 18 سنة. بهالحلقة اليوم معنا ضيف مميز لأنه قدر يتحدى إعاقته ويحقق أمور كتيرة في حياته، وإجا يشارك اليوم بهالمسابقة وحامل معه يمكن كتير 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 من المعلومات والأسئلة اللي بيعرفها. مش رح قلكن كل شي عنه، رحبوا معي بمحمد صابر أبو طالب من مصر. محمد أنا هون، أهلا وسهلا فيك، قرب شوي كده، طمني عنك. الحمد لله تمام. محمد دلوه على الطريق، قال لي أنا عارف الطريق على الكرسي. أه؟ مش هيك؟ أكيد أكيد. مش عايز مساعدة حتى، ولكن أنا بدي رحب فيك، وأنا كل متسابق بستقبله هون وبرحب فيه، وراح بترافق أنا وياك حتى نجلس على الكرسي. أوكي أنت حاضر؟ أوكي يلا تفضل. شايف الكرسي؟ اهلا وسهلا محمد. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا بك استاذ. يعني انا كثير سعيد انه استقبلك بهالبرنامج. انا اكثر سعادة، وبعدين لانه انا مرقت معي انت بالامتحان وكنت رائع. بحب لك انك كنت رائع. شكرا 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 كثير. بحب اعرفكم على محمد صابر ابو طالب، العمر 28 سنه، هو من مصر، من سوهاج في الصعيد. وسالته قبل شوي، قال اجا لوحده من الصعيد، واجا بالباص، واجا على القاهرة، ومن القاهرة الى استوديو، وطبعا القصة شوي معقدة يعني حتى يوصل الى استوديو. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك. محمد بعده عازب، عنده ليسانس اداب، ولكن بيدرب كمبيوتر للمكفوفين. اها، يعني هون تغلب على الاعاقة اللي عنده وبيدرب كمبيوتر. كان يلعب كرة، كيف كنت تلعب كرة أنت؟ كنت حارس مرمى كمان. حارس مرمى؟ أها. طيب يا رجل كيف حارس مرمى؟ إيه بالصوت، بالصوت. بالصوت؟ آه. تسمع صوت الكرة وهي تسمع في الهواء. الكرة هي في الهواء؟ أها. وكم كم هدف دخل فيك؟ كم هدف دخل فيك؟ ولا جول على فكرة. ولا كرة؟ آه. ما شاء الله. لدرجة أنا اعتزلتها بسبب السبب ده يعني. ماشي. اللي كيف جيت من سوهاج لوحدك؟ خبرني بس. عادي خالص. في البداية أنا من الحاجات اللي انا بحبها جدا ان انا شخص اعتمد على نفسي واكون مستقل تماما. واضح. تمام. عصايتي البيضة دي دليل مشواري. نعم. وبالمناسبه هي المرافق بتاع النهارده. ما بدي اسالك مين اجى معك مرافق؟ لا، صديقتي العصايه البيضة هي المرافق بتاعي. نعم. الفكره ان انا بعتمد عليها ان انا اقدر امشي واتحرك. ركبت الباص وجيت عادي خالص ووصلت لحد هنا. دي اهلا الدنيا لذيذة. محمد يعني طمني كيف معلوماتك؟ انا لاحظت بالامتحان انه ما شاء الله عليك في عندك معلومات كتير، وبس بحب اقول لك شغله، من كم سنه اشترك معي شاب كفيف من لبنان. وصل ربحه الى 500,000، كان وقت الجائزه مليون مش مليونين. بقى وصل ربحه الى 500,000 ما شاء الله عليه. كويس. وكان كمان متميز. تمام. بقى ومعلوماته كانت رائعه. انت هيك؟ ربنا يستر. بعدين في فضيحة تاني قبل شوي نحن وداخلين، بيقول لي شاب من المكياج، بيقول لي سمعته بيغني امتى الزمان يسمح يا جميل، بتغني قال صوتك حلو؟ زي ما قلت لحضرتك في الاختبار، انا ما سمعتوش لان ما اقدرش اقيم نفسي. ما اقدرش اقيم نفسي. دندن لي بس امتى الزمان يسمح يا جميل. امتى الزمان يسمح يا جميل؟ اوكي. امتى الزمان يسمح يا جميل واعود معك على شط النيل. شكرا. شكرا. محمد اكيد بتحب محمد عبد الوهاب. جدا جدا. مين كمان؟ ام كلثوم اكيد. ده اكيد، هو بعد ام كلثوم في غنى اصلا كمان. على كل حال شوف، بدنا نبدا المسابقه، مش حنضيع لك وقتك كثير يعني. تمام. انا مع انه بيسعدني انه دردش معك، بس بدي اقول لك انه في عندك 15 سؤال الى المليونين ريال. تمام.
يعني تقريبا 4 ملايين جنيه مصري. كويس. المحطة الأولى هي الرئيسية، يعني محطة بتربح فيها 10,000 ريال ما بتقعد تخسرهم. المحطة اللي بعدها السؤال العاشر يوصل ربحك إلى 100,000 كمان تثبت ما بتقعد تخسرهم. وسائل المساعدة بتعرفها؟ تذكرها؟ أها. شو هي؟ استعانة بالجمهور، اتصال بصديق، وحذف إجابتين. تمام. ولكن في وسيلة رابعة، هي بعد ال 100,000 لما يصير معك 100,000 فيك تستعين بهذه الوسيلة، وهي لجنة الحكماء. لجنة الحكماء مؤلفة من 3 شخصيات محترمة عندهم معلومات قادرين يساعدوك يعطوك استشارة حتى تجاور، ولكن ما فيك تستخدمها إلا بعد ال 100,000. تمام. فيك تنسحب لما بدك، لما تلاقي إنه السؤال ما بتعرف الإجابة عليه بتقلي أنا بنسحب باخد الفلوس. تمام. اتفقنا؟ تمام. تحب تسألني شيء؟ الموضوع بسيط ان شاء الله خير، وبعدين انا من الناس اللي بتستمتع بالبرنامج ده، بعتبره من الحاجات اللي ثقفتني انا شخصيا. شكرا. رح نبدا نحن وياك. حاضر ان شاء الله. ان شاء الله. اذا مع محمد صابر ابو طالب ومن سيربح المليون. اخي محمد، السؤال الاول، أكمل هذا البيت من الشعر: ليت الشباب يعود يوما لأخبره بما فعل حبيبه. المشيب. المشيب. العجيب. الغريب. رقم 2 المشيب. مشيب. جواب نهائي. جواب نهائي. الجواب صح. هاي أول 500 ريال. سؤال ثاني. بطل فيلم أبي فوق الشجرة هو: عبد الحليم حافظ، فريد الأطرش، محمد عبد الوهاب، فريد شوقي. عبد الحليم حافظ رقم 1. رقم 1 جواب نهائي. جواب نهائي. والجواب صح. 1000 ريال. السؤال الثالث: في أي شهر تم افتتاح قناة السويس الجديدة؟ يناير 2015، مارس 2015، أغسطس 2015، أكتوبر 2015. 6 أغسطس 2015. أغسطس. 6 أغسطس. وبسطت بهالحدث؟ فرحت بهذا الحدث؟ أي شيء يفرح مصر يفرحني. برافو عليك. جواب نهائي. جواب نهائي أكيد. طبعا بأغسطس 2015 2500 ريال صاروا. ننتقل إلى السؤال الرابع، قيمته 5000 ريال. ما هي المادة التي تعطي الخضروات صبغتها الخضراء؟ صبغتها الخضراء. أيوة. الكلورايد، الكلور، الكلورين، الكلوروفيل. الكلوروفيل رقم 4. رقم 4. جواب نهائي. جواب نهائي. طبعا الكلوروفيل بيعطي اللون الأخضر. الجواب صح. 5000 ريال. هلا أنت أمام السؤال الخامس، إذا جاوبت صح بصير معك 10,000 ريال ما بتقعد تخسرهم. خلينا نشوف السؤال. أول من عرف كرة القدم الحديثة: الفرنسيون، الألمان، الإنجليز، الإسبان. أول من عرف كرة القدم الحديثة: الفرنسيون، أو الألمان، أو الإنجليز، أو الإسبان. أو الأسبان. ممكن يكون الألمان أو الإنجليز. الكرة الإنجليزية هي الأقدم على ما أعتقد. الكرة الإنجليزية. الإنجليزية. بتقول الإنجليز هن أول شعب بعرف كرة القدم. أعرف كرة القدم بشكلها الحديث. نعم. الإنجليز. جواب نهائي. جواب نهائي. استبعدت الفرنسيين، استبعدت الألمان، الإسبان، يمكن الإنجليز. جواب صح. صاروا 10,000. محمد، هذا الشيك ب 10,000
ريال بدي اعطيك اياه بس هذا بركي يعني مش ده الربح النهائي. يلا تفضل. ها هيدا بتخليه معك بركي هلا، وان شاء الله بعطيك شيك ال 100,000 ان شاء الله. شيك ال 2 مليون و 2 مليون لا بس الشيك اللي بعد هذا هو ال 100,000. انا انا فاهم ده. على كل حال انا بدي اقول لك انك ابليت بلاء حسنا، لانه تجاوزت الخمسه اسئله الاولى من دون ما تستخدم وسيله مساعده، وهذا شيء جيد. لذلك نحن مقبلون على السؤال السادس وقيمته 20,000 ريال. اوكي بنشوف السؤال. من مؤلف رواية الفيل الأزرق؟ مروان حامد، عمر طاهر، عمر سلامة، أحمد مراد. أحمد مراد. جواب رقم 4 أحمد مراد. هيك فورا. دي رواية مثلوها فيلم. أيوة أحمد مراد. دخلك مين بطل الفيلم كان؟ أنا عندي فوبيا من السينما فمش بتابع أفلام. عندك فوبيا من السينما؟ حلوة هي فوبيا من السينما. كريم عبد العزيز. أوكي. كريم عبد العزيز. أوكي. الجواب جوابك أحمد مراد نهائي؟ جواب نهائي أكيد. أكيد. وأكيد إنه الجواب صح وصاروا 20,000. محمد لازم نستريح شوي. تمام. بدنا نروح على فاصل إعلاني ثم منتابع معاك، خليكم معنا. منواصل سوا الحلقة من برنامج من سيربح المليون. في معنا الأخ محمد صابر أبو طالب. مثل ما شفتوا محمد صار معه قبل الإعلان 20,000 ريال. مثل ما قدمته كمان في البداية أنه مميز بشخصيته بحضوره. محمد ما تنسى وسائل المساعدة. إن شاء الله. إيه رأيك نروح على السؤال السابع؟ يلا يلا نشوف السؤال. الحرب العالمية الثانية كانت بين حلفين أساسيين هما الحلفاء ودول المحور، الشرق والغرب، أوروبا وأفريقيا، ألمانيا والعالم. الحلفاء ودول المحور أو ألمانيا ودول العالم. الحرب العالمية الثانية بعد تحب بعد لك إياهم برجع لك إياهم خيارات. الحرب العالمية الثانية كانت بين حلفين أساسيين هما الحلفاء ودول المحور، الشرق والغرب، أوروبا وأفريقيا، بين ألمانيا والعالم. رقم واحد الحلفاء ودول المحور. جواب نهائي. جواب نهائي إن شاء الله. حطي لك ألمانيا والعالم. هتلر وحده والعالم كله مش للدرجة يعني، بس هو كان في اللي بيسنده. تمام. كان في دول بتساعده. مين كان عم يساعده وقتها؟ دول من أوروبا، بعض الدول في أوروبا. أيوة تمام. لأن هو مش كانش يعني مش لوحده. كانت معه إيطاليا موسوليني مش هيك؟ معه. يا سيدي الجواب صح صاروا 30,000. السؤال الثامن قيمته 50,000 ريال. تمام. ما هو أكثر هذه البحار برودة؟ البحر الأحمر، البحر الكاريبي، البحر الميت، بحر كارا. أكثرهم برودة. الكاريبي لأنه في القطب الشمالي. تمام.
كاريبي او كوريا، لكن مش البحر الاحمر خالص، لان يعني البحر الاحمر في البحر الميت، البحر الاحمر، البحر الكاريبي، بحر كارا. خلينا نحذف اجابتين. نحذف اجابتين، راح نحذف له لمحمد اجابتين. تقول لك شو حذفوا لك؟ حذفوا لك البحر الميت وحذفوا لك الكاريبي. ليه بتضحك؟ إيه، لان احيانا بيبقى من الشجاعه ان الواحد لما بحس نفسه ان هو اختار شيء غلط ان هو يلوم نفسه، فانا بحب اضحك ضحكات ساخره كده اعاتب نفسي. تعاتب نفسك. بقي عندك البحر الاحمر وبحر كارا. بحر كارا جواب نهائي. جواب نهائي. انت مش سامع فيه اكيد بحر كارا ولا سامع؟ لا، اول مره اسمع بيه. اول مره. بس هتقول لك انه هيدا متفرع من المحيط المتجمد الشمالي، يعني برضه بارد. لذلك بارد. بقى الجواب صح. وهذا البحر يقع في شمال سيبيريا. كويس. واحد من ليش صار معنا حاليا؟ ايه؟ 50,000. 50,000. هلا بدهم يصيروا 75,000. يا رب. السؤال التاسع. كم شهرا هي مدة الحمل لدى الفيل؟ من 14 إلى 16 شهر، من 18 إلى 22 شهر، من 24 إلى 26 شهر، من 28 إلى 30 شهر. تاني اختيارات. كم شهرا هي مدة حمل الفيل؟ من 14 ل 16 شهر، او من 18 ل 22 شهر، او من 24 ل 26 شهر، او من 28 ل 30 شهر. من 18 ل 20 شهر رقم 2. من 18 ل 20 شهر ل 22 شهر. مرق قدامك المعلومه هيدي؟ بحسبة بسيطة على حسب ضخامة وحجم. كيف حسبتها؟ هات لي شو. هنبتديها من الدواب الأصغر، عن الجاموس بيبقى 11، ما بعد كده الجمل بيزيد بيبقى 12، وهكذا. طبعا أضخمهم، لكن ما بتعديش ما فوق ال 22. يعني جواب رقم 2. جواب نهائي. جواب نهائي إن شاء الله. يعني تتخيل الأنثى الفيل بتحمل 22 شهر؟ أعتقد. يا حرام، شو قليلة؟ أعتقد. ونحن الست عنا بتحمل 9 أشهر وبتضل عند. إيه رأيك؟ إيه رأيي؟ كل واحد على قد حجمه. محمد؟ الجواب صح. على شيء القطط بيحملوا شهرين. الأرنب أقل منها 40 يوم. برافو عليك. طيب هلأ تشوف، نحن وصلنا إلى السؤال 100,000. كويس. السؤال العاشر يا موسى، إن عرفته باخد منك 10,000 وبعطيك مكانه 100,000. احنا مش اتفقنا إن هي بركة دي؟ خليهم كمان برضو. كويس، ذكرى. يلا السؤال العاشر أهو. أي من هذه الدول لا تحكمها امرأة؟ كوسوفو، موريشيوس، تشيلي، كوستاريكا. أي من هذه الدول لا تحكمها امرأة. يحكمها ذكر. حلو السؤال العنصري. 1 كوسوفو، 2 موريشيوس، 3 تشيلي، 4 كوستاريكا. يعني اكيد بدك تستخدم وسائل مساعده الا اذا كنت عارف. لا، هو تشكك، مش عارف. هات لشوف بشو متشكك. كوسوفو امراه، موريشيوس امراه،
اعتقد تشيلي امرأة، اعتقد كوستاريكا امرأة، اعتقد موريشيوس وتشيلي، واحدة من الاثنين. طيب ايه اخبار الجمهور بتاعنا؟ اخبار الجمهور بدك تسأله؟ عايز تسأل الجمهور؟ ايه الاخبار؟ عايز تسأل الجمهور؟ يلا يا جمهور، بدنا نسألكم مثل ما اتفقنا، دايما اللي بيعرفوا بيجاوبوا، حتى تعطوا فرصة لنسبة أعلى للعارفين. السؤال هو: أي من هذه الدول لا تحكمها امرأة؟ واحد كوسوفو، اثنين موريشيوس، ثلاثة تشيلي، أربعة كوستاريكا. تفضلوا، معكم 20 ثانية. محمد، الجمهور اعطانا نتيجه، طب تعرفها؟ يا ريت. اكيد. طيب، اعطانا نسبه 55% للاجابه رقم 4 اللي هي كوستاريكا، واعطانا نسبه 20% للاجابه رقم 2 اللي هي موريشيوس، ثم اعطانا اجابه رقم 19% للاجابه رقم 1. 55%. أعطاك أربع الإجابة رقم 4 كوستاريكا 55%، يعني لا تحكمها امرأة. بنظر الجمهور كوستاريكا لا تحكمها امرأة. طيب أنا جاي ألعب، بالتالي رغم أن شكوكي كمان ما خدش النسبة اللي تأيدها. انت كيف بدك نسبة اكتر من هيك؟ لموريشيوس يعني خدت 20%. فخليني على ثقتي مع الجمهور هنقول 4 كوستاريكا. جواب نهائي؟ جواب نهائي. مشيت مع الجمهور. موريشيوس. ليه كنت تفكر موريشيوس؟ لاني ما اعرفش حاكمها مين اصلا. هقول لك مين. أمينة غريب فقيم، ايه رأيك؟ شكل عربي. برضو. طيب. برضو انا ونفسي كده لازم نتصالح شوي. وبرضو كوسوفو كمان، تعرف شو اسمها؟ لا. رئيسة كوسوفو؟ لا. عاطفة اسم عربي. يحيى آغا. عاطفة يحيى آغا. تشيلي اسمه ميشيل باشيلي، بس ميشيل، في ميشيل ذكر وفي ميشيل أنثى، ميشيل امرأة. كوستاريكا اسمه لويس سوليس. لويس سوليس، اوكي. هيدا ربحك 100,000. لا الجمهور بصراحة يعني ولا حد ياخد حقه، انا بشكر الجمهور يعني. عم بكتب لك شيك. بس ده مش من حسابي تروح تسحبه. تفضل. تفضل. شكرا. شكرا محمد، مبروكين 100,000، وعقبال المليون. هلا خير. بدنا نتوقف كمان لحظات للاعلان، ثم منتابع مع محمد صابر ابو طالب من الصعيد من مصر. خليكم معنا. انتوا دائما مع برنامج من سيربح مليون. بهالحلقه في معي الاخ محمد صابر ابو طالب. محمد، شفتوه قبل الاعلان وصل ربحه الى 100,000 ريال، اخذ شيك بال 100,000، ما بقى يخسر هون هودي. ومحمد قعدنا حكينا انا وياه هلا، عنده اشياء كثير يقولها مش معقول.
محمد، أولا اكتشفت عدة شغلات. اكتشفت أنه هاوي تصوير. أيوة. وبيختار الأشياء الجميلة والحلوة وبيحطها على الإنترنت، بيحطها على وسائل التواصل الاجتماعي وبيجي فيدباك عليها والناس بيهنوه. خبرني كيف القصة هذه، أنت ساحر؟ مخاوي حضرتك. ببساطة شديدة، ده على فكرة التهمة اللي بتلصق بيا ان انا مخاوي. مخاوي ها؟ خبرني كيف بتصور، اذا ما بتشوف ابدا. طيب ببساطة شديدة، الصورة عبارة عن ايه؟ الصورة احساس مش شوف. طيب بالنسبة لي انا بلتقط الصورة بالتليفون وبرفعها زي ما هي بدون اي تعديل على انستجرام او فيسبوك او تويتر. و بتتعاطى هالمسائل كلها انت؟ اكيد اكيد اكيد. ناشط جدا، انا اكتشفت فيه كمان انه ناشط. بيقولوا هم يعني هم بيقولوا وبعدين عنده اصدقاء، حتى اصدقاء اللي اجوا معه باستوديو الى استوديو كمان على الفيسبوك والانستغرام والتويتر. اصدقاء تويتريين وفيسبوكيين جدا، عرفنا بعض من خلال تويتر. قديش عددهم اصدقائك تقريبا؟ انا كان عندي من فترة 4000 وشوية على فيسبوك، على تويتر حوالي 5700، على انستغرام. بتعملوا تشاتنج على طول؟ اكيد اكيد. من وين اجت هذه الموهبة عندك؟ هي جت ولادة لحظة. كنت في المتحف البحري في إمارة الشارقة بالإمارات، وكان معايا تليفون متواضع شوية، فحبيت ان انا اوثق المكان. فكان معايا صديق إماراتي لذيذ، قلت له انا حابب اصور. قال لي المشكله يعني امسك التليفون ببساطه كده واظبطه كده واللي انت حاسه صوره. الكلام ده من 3 سنين، والموضوع بي معايا بقت اكتر هوايه محببه لقلبي ان انا احس الحاجه واصور. حلو. طيب اذا حاجه بعيده بتحسها؟ اكيد، زي القمر مثلا. في حد يصور القمر؟ انا اللي صورت خسوف القمر في سوهاج. طيب حدا دلك انه القمر موجود هونيك ولا انت حسيت؟ دي من زمان. نور يعني بتحس انه في نور؟ لا انا لا ارى اطلاقا. ايه اطلاقا، يعني حتى رؤية الضوء ما فيش. ايه. تمام. هو الموضوع اني من صغري متعود ان انا اسأل الوالد، صديقي ورفيق دربي. انت عايش انت بالمنزل عايش مع الوالد؟ مع الوالد وخمس اخوة. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. مش هضيع وقتك كثير لانه نحن جايين نكسب فلوس هنا، مش جايين أوكي. نعمل توك شو. اكيد. اكيد طبعا. محمد انت معك 100,000 ريال حاليا، عقبال ما يكتروا اكثر. كان عندك وسيله مساعده بعد باقيه، هي الاتصال بصديق. تمام. اضيفت اليها وسيله جديده الان، هي لجنه الحكماء. تمام. خليني اعرفك على لجنه الحكماء. دكتور مسلم شلتوت. تمام. تعرف مين هو؟ دكتور ياسر شعبان. تمام. الدكتورة مروة النشار، فائزة المليون التي انسحبت عند سؤال الاثنين مليون في النسخة الماضية. كيف عرفت هالشيء؟ حدا خبرها؟ أنا متابع الحلقات أصلا. وبعدك متذكر أنه مروة النشار ربحت مليون وانسحبت على المليونين؟ وكانت إجابتها اللي هي متوقعة كانت صح. مظبوط مظبوط الكلام يا دكتورة مروة؟ تمام مظبوط. طيب بيقول ربنا يوفقك إن شاء الله. فإذا السؤال ما بتعرفه، في عندك الاستعانة بصديق وعندك الاستعانة بلجنة الحكماء، أنت بتختار. أوكي. أوكي. السؤال 11 قيمته 200,000 ريال. السؤال: في أي عام بدأ بيع جهاز الموسيقى المحمول آيبود؟ آيبود. 2001، 2002، 2003، 2004. رقم 4، 2004. متأكد؟ يعني ما بدك تستعين بوسيلة مساعدة؟ لا إن شاء الله. وبعدين أنا كده كده مش أنا كده كده مش خسران حاجة، أنا كده عندي ال 100,000. لا مش هتخسر 100,000. تمام. لا إن شاء الله. 2004. 2004؟ جواب نهائي؟ محمد ورطني انت بالقصة. ليه؟ لانه انا مش عارف الاجابة. لا
الإجابة صحيحة. وما أصريت عليك حتى تستخدم وسائل مساعدة؟ يعني لجنة الحكماء ناطرينك وعندك الاتصال بصديق. لعله خير. لعله خير. تمام. هو خير، بس كنت بتمنى إنك تربح 200,000. تمام. كنت أتمنى. تمام. طلعت الإجابة 2001. ما فيش مشكلة، الحمد لله، قدر الله. بس كنت كتير جازم انت انه 2004. لاني ده كان بداية ظهور صحة شركة ابل على الساحة بشكل قوي، او بداية الناس بدأت تسمع عن ابل اصلا. بس الايبود ده بتاع جهاز الموسيقى. ما انا فاهم ده، بس بدأت تشتهر فعليا منتجات ابل في 2004، او بدأت تسمع عنها في الشرق الاوسط تحديدا. بس يمكن معقول بس خلاص. الإجابة 2001. أنت يعني كنت جازم وكنت متأكد، وهذا مشينا. على كل حال ربحت أنت 100,000 ريال، مبروكين عليك، ونحن سعدنا جدا جدا بحضورك معنا. بدنا نحييك تحية كتير كتير كبيرة. تيني إيدا، بتمنى لك ترجع على سوهاج مثل ما جيت سالما ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. بتروح كده؟ ها، تفضل. يعني ما بعرف شو بدي اقول، بس بصراحه من اروع الضيوف اللي استضفتم بهالبرنامج منذ ان بدا هالبرنامج. بدي استقبل ضيف اخر بهالحلقة، هو علي الفارسي من الإمارات العربية المتحدة. اهلا وسهلا عليك. اهلا وسهلا فيك. كيفك حبيبنا؟ شو اخبارك؟ الحمد لله تمام. طمنا عنك. والله بخير. جيت لوحدك يبدو، عم بتطلع لشوف اذا في حدا جاي معك. ما كان خاطري والله. لوحدك؟ والله. الاخ علي من الامارات مثل ما قلت، مقيم في ابو ظبي، عنده ما شاء الله 10 ولاد، عنده 6 صبيان و4 بنات، الله يخليهم. ما شاء الله عليك. وحاصل على بكالوريوس بإدارة الأعمال والتسويق، بيشتغل حاليا نائب مدير الصحة والسلامة. أيوة. في الإمارات، في نعم. أبو ظبي. نعم، في أبو ظبي. صحيح. بسم الله. 10 ولاد، الله يخليهم. بدي أدق لك على الخشب. بدي أدق. 6 صبيان، قديش أعمارهم؟ من 18 إلى. مين الكبير عندك، البنت ولا بنت؟ بنتي أماني عمرها 18 سنة، وأصغر التوأم خالد عمر 3 سنوات. ما شاء الله عليك. الله يخلي لك. يا مبسوط؟ كل شيء تمام؟ والله اوكي الحمد لله. هالمعلومات كيف، خبرني. والله ما انا جيت عشان اختبر معلوماتي ان شاء الله. الله مسهل. بس مش بختبرها بابو ظبي؟ ابو ظبي كان اسهل. بس يعني تعرف نحن اول رابح للمليون ببرنامج من سيربح مليون كان اماراتي، كان الفجيره. ما شاء الله. اعتقد صح. بيت الملا، دكتور ملا. دكتور ملا صحيح. نعم. ولما سالته قلت له كيف، قال لي نحن بنقعد نتسابق كل ليله بالمجالس نعمل مسابقات بين بعض. جميل. ما انتم بتعملوا هيك؟ انا بعرف انه معلوماتك منيحه. الحمد لله. ان شاء الله نشوف. هكذا نمي الي ان شاء الله. ايه الله يسهل. مرتبك شويه يعني؟ عادي. اول جوله نشوف. اول جوله. نعم. يا سيدي، راح نختصر المسافه. 15 سؤال إلى المليونين، وسائل مساعدة تعرفها. بعد 100,000، لما يصير معك 100,000 فيك تستخدم وسيلة رابعة، هي الاستعانة بلجنة الحكماء. بفيدو جماعة شخصيات محترمة جدا. جاهز نبدأ؟ إن شاء الله. إذن مع الأخ علي الفارسي من الإمارات، ومن سيربح المليون. سؤال الأول، على ماذا يحصل لاعب كرة القدم عند الطرد؟ بطاقة دعوة، قبلة من الحكم، تصفيق الزملاء، كارت أحمر. الجواب الرابع، الكارت الأحمر. كارت أحمر، اطلع برا. مش هيك؟ جواب نهائي. نعم. الجواب صح. بعدنا بداية
المسابقة، بس بدنا نتوقف لحظات للإعلان ثم منتابع مع علي الفارسي من أبو ظبي. خليكم معنا. معي الأخ علي فارسي من الإمارات، مقيم في أبو ظبي. عرفت عليه قبل شوي قبل الإعلان، عرفت عنه. ما شاء الله عليه، عنده 10 أولاد، هذا شيء مهم كتير وشيء بيفرح طبعا. Thank you. وبالإضافة إلى أنه بيشتغل بمصلحة الصحة وعامل إدارة أعمال دارس. نعم. وحابب يربح مليونين بالمختصر مفيد إن شاء الله. بعدك متوتر شيء؟ لا نشوف. طيب يلا نشوف. السؤال الثاني، قيمته 1000 ريال، ما هو اللقب الذي حمله الملك ريتشارد الأول؟ قلب الديك، قلب النمر، قلب الأسد، قلب الضفدع. جواب رقم 3، ريتشارد قلب الأسد. ريتشارد قلب الأسد، جواب نهائي. معروف الجواب صح، معلش يزقفوا له بس. السؤال الثالث، الانستغرام وسيلة تواصل اجتماعية رائجة يمكن من خلالها تحميل الموسيقى، الصور، الألعاب، الشعارات. جواب الثاني الصور. جواب نهائي. نعم الصور صح. 2500. السؤال الرابع، أول من لعب دور العميل جيمس بوند؟ مايكل مور، شون كونري، دانيال كريغ، تيموتي دالتون. جواب الثاني شون كونري. قلت لي شون كونري، جواب نهائي. أيوة شون كونري طبعا، هو الشهر هذه السلسلة من الأفلام، وكان رائع، كان عظيم. جواب صح. السؤال الخامس، 10,000 إذا ربحتهم ما بتعود تخسرهم. خلينا نشوف السؤال. القعقعة صوت يصدر عن تصادم السلاح، الرياح، تصادم السيارات، الرعد. القعقعة الجواب الأول، تصادم السيوف اللي هو سلاح. برافو عليك، برافو عليك، جواب نهائي. نعم بهو بيقولوا قعقعة السيوف يا حمل. يا سيدي صاروا 10,000. أبو إيش أنت؟ أبو راشد. أبو راشد، أبو راشد. هذا شكل 10,000. هذا رمزي، ما بقى تخسروا، نتمنى لك تربح، ضيف عليه 0 إن شاء الله. منتابع السؤال السادس، قيمته 20,000. الاسم الأول للطبيب باركنسون الذي سمي المرض باسمه هو جيمس باركنسون، أدم باركنسون، سيسيل أو سيسيل باركنسون، أو مايكل باركنسون. ميرا، ميرا معك الاسم شيء؟ شوف أنا أظن إن هو الجواب الأول أو الثاني، هو آدم أو جيمس. أوكي، في وسائل مساعدة حتى تتذكر. جيمس آدم باركنسون. ناخذ رأي الجمهور. رأي الجمهور، يلا يا جمهور جهزوا حالكم إذا بتريدوا، جمهورنا كويس. السؤال، الاسم الأول للطبيب باركنسون الذي سمي المرض باسمه هو جيمس باركنسون، آدم باركنسون، سيسيل باركنسون، مايكل باركنسون. اللي بيعرفوا بيجاوبوا معكم 20 ثانية. تفضلوا.
جمهور عطيك أكترية قليلة ضعيفة للإجابة رقم واحد 35%، عطيك للإجابة 2 23%، للإجابة 4 27%، إجابة ثالثة 15%، يعني بس عطي أكترية للإجابة رقم واحد. خلاص راح أثق في الجمهور. أوكي إن شاء الله الجمهور ما راح يخيبني. أوكي الجواب الرقم واحد. جواب نهائي؟ والله معتمد على الجمهور إن شاء الله. جواب نهائي. يا رجل أنت جاي تعتمد على الجمهور، جاي من أبو ظبي تعتمد على الجمهور. أعطاك نسبة قديش؟ 35%. ما كانت نسبة كافية يعني. إن شاء الله الجمهور ما راح يخيبني. إن شاء الله الجمهور ما راح يخيبني. ما بعرف والله إذا كان عندك بعد وسيلتين مساعدة كان فيك مثلا تحذف إجابتين حتى تتأكد أكثر. ما حبيت. آدم باركنسون، كنت شاكك بآدم. أنا قلت جيمس أو آدم. لا جيمس مزبوط. والله جيمس صح. انت جزفت على كل حال، نسبة مش عالية، مش كافي انك تاخذها. ظني مع اختيار الجمهور راح يكون نسبة كبيرة. ما هو ظنك انت لانك شاكك بجيمس. السؤال السابع 30,000 ريال. متى وصل ثاني منتخب عربي الى نهائيات كأس العالم لكرة القدم؟ 1970 1974 1978 1982. منيح بعد لك التواريخ الكمبيوتر. متى وصل ثاني منتخب عربي، مش أول، ثاني منتخب عربي إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم؟ بحذف إجابتين. نحذف إجابتين. إجابتين، نحذف له إجابتين للأخ علي، نترك له واحدة صح واحدة غلط. بي عندك 1970، فكر شوي. 1974 أنا مش يعني كثير في الرياضة. مش كثير بالرياضة. هو أول منتخب كان المغرب. أوكي ثاني منتخب بأي سنة؟ أعتقد منتخب الجزائر. أول منتخب ولا أول منتخب كان المغرب؟ بس ما أعتقد، بس يعني هو المنتخب أفريقي أو يمكن العراق، أو يمكن منتخب العراق. على كل حال هي مطلوب أي سنة؟ زين متى وصل يعني في أي سنة؟ في عندك وسيلة مساعدة بعد اتصال بصديق، لأنه لا تجازف، ممكن إذا عندك صديق بيعرف بالرياضة وعنده هالمعلومات يساعدك، وبعدين ما تحتاج لوسائل مساعدة، أحسن ما توقف هون. وفيك تنسحب، فيك تأخذ الفلوس، يعني فيك تأخذ 20,000. أعتقد الجواب الثاني. بدك تجاوب يعني مهما كانت النتيجة؟ مهما كانت النتيجة. جواب نهائي؟ طبعا ما راح أخسر هذا. لا العشق ألف خلاص. بس 1974 بس هو المنتخب العراقي المنتخب، بس 1974 جواب نهائي. نعم. انت معك بايدك 10,000. هو مش العراقي، هو المنتخب المغربي. المغرب. انت قلت المغربي. ايوه المنتخب المغربي، لانه المنتخب الاول كان المنتخب المصري. المصري صح. المنتخب المغربي بس مش 74 للاسف، 1970. يعني تسرعت، قلت لك في وسيله مساعده اتصل، ما عندك حدا
مش معتمد على حدا. عاده شباب الامارات بيعرفوا بالرياضه. لا حتى الاتصال ما كان يعرف لانه هو معلوماته بعيد عن الرياضه. على كل حال هو كان المنتخب المغربي صحيح مش العراقي، ومش بال74 كان بال70. انتهى وقت الحلقه. على كل حال بدي اتشكرك مش مهم يا سيدي قيمه الارباح، المهم انه وجودك معنا. وبقى بحييك انا، بدي حيي هالجمهور اللي معنا، بدي حيي جميع المشاهدين وقول لهم انه بنلتقي ان شاء الله بحلقه جديده ومقبله من برنامج من سيربح المليون. لاقونا دائما.